الناس عرفوا انه انا اللي بداخلي، انا ما احب انه اغني بس وخلص، انه اغني لازم وينجح كاسيت وهذا، بقدر ما هي قضيه احملها، بقدر ما هي رساله تكون تحمل بشكل صادق يعني، رغم تكلفني الكثير ولكن سعيد جدا بها، وسعيد بالناس اللي تفهموني وحسوني يعني، وبدات اقلامهم تكتب عني، ومن كبار الشخصيات الادبيه يعني. وانت تتصفح مثل هذه الكتيبات، قلت لي تجد متعه حتى ولو انك تعثر في من بين المقالات على مقال جارح يعني. في كثير مقالات جارحه يعني، في كثير يعني، بس بيني وبينك بلحظة تنقلني من حالة السعادة إلى ما تتصور كم حزني، ورأسا يبين فيي يعني، رأسا حتى معالم وجهي تتغير، إنه حتى لوني، حتى أصدقائي من يكونون جنبي يحسوني بلحظة واحدة. فمنهم من يسرق، منهم من يسرق ورقة ومزقها بدون ما أعرف، مرات أحاول أحصل عليها ما أجدها، فأعلم إنه أصدقائي إنه مزقيها يعني. إذا كان جارحة، ما إذا كان نقد لصالحي لا طبعا أحتفظ به، أما إذا كان مثلا من أجل التجريح فقط لا، شو ممكن يؤذيني جدا يعني. أستاذ كاظم، شريطك أنت والفنانة لطيفة، هذا الشريط، هذه مجموعة من الأغاني اللي كانت متميزة فعلا، نعم، كثر عنها الحديث، نعم، أقلام كثيرة كتبت جدا يعني، حتى أنها وصفت أنه شريط فشل. كاظم، لو الآن، لا أريد منك أنك تدافع عن هذا الشريط، لأنه مش محل أنه حد يدافع عنه، لكن تكلم هالناس يعني. هو أول شريط ما نزل يعني، أنا كنت حاط في بالي أنه لطيفة غنت الأغاني الشعبية اللي بيها فرح ووصلت يعني للناس، والناس حفظوا أغانيها. أنا حبيت يعني أخالف القاعدة اللي كانت ماشية فيها لطيفة. بعد ما كلفتني وهي والأستاذ عبد الوهاب محمد الله يرحمه أن أعمل ألبوم، هي كانت مغامرة. أنا كنت أعرف نتائجها، كنت أعرف نتائجها، وحتى فقدتها أنه حكيت لها أنه لا تنصدمين بشيء، لأن أنا عملي مصرعة يعني، مصرعة أنه تطلع الأغنية رأسا الناس تحفظها، لا ما عندي عمل أنا رأسا الناس تحفظها. وأكبر دليل أول ما نزلت شريط العزيز، النقاد كتبوا أنه والناس كابوا بشرش الشريط هذا، شوف لي حد الآن أغاني العزيز مطلوبة، سلمتك بيد الله، شلون وضعك يا العزيز، ما تحرك إحساسي. وبعدها نزلت ألبوم هدة تكسر، أيضا نفس الرأي اللي حكوا لي إياه شريط العزيز، أول شهر شهرين ثلاثة أربعة، اجوا ورا سنه ندمانين، خاصه حتى اغنيه كلك على بعضك حلو من زيت قالب كاظم، شنو الاغاني كلك على بعضك حلو مثلا. انا من اول ما راي الناس بيني وبينك يعني اهتزيت، قلت اذا انا عندي خلل، اذا عندي خلل انه ليش هالاغاني التعبان بيها، انه كان راي الناس بيها يقولوا لي كاظم ما مستواها، مو عملت، مو قوي. هاي اول سنه، لكن بعد سنة اجوا قالوا احنا ظلمناك يعني، احنا ظلمناك فعلا، انه الاغاني اللي حد الان احنا نريدها من عندك. وكاسيت سلامتك من الاه اول ما نزل للناس، تعال شوف الكتابة اللي كتب اللي 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 اللي, اللي صادف هذا الكاسيت، حتى من الفنانين يا كاظم هذا مستوى كاسيت. مع العلم سلامتك من الاه بها اني خيرت كيف اختاري بها، يا ليل لا تنتهي بها، من يجيب احساس بها، نزلت في البحر بها يعني. انا بيني وبينك راسا رجعت وين، على كاسيت العزيز، البوم العزيز، انه كيف كان ردة فعل الناس، وبعدها غيروا رايهم. فسلامتك من الاه ما جاوبتهم، قلت انا ما راح اجاوبكم، بس انا راح انتظر كم شهر راح تجون تقولوا لي انه عاشت ايدك على الاعمال، احنا بالعراق نقول عاشت ايدك يعني. فرا نفس الراي كاسيت لطيفه، انه انا كان عندي الاراء كلها واصلتني قبل ما ندخل، قبل ما يعني يطلع الالبوم للناس. انه يا جماعه احنا عاملين، انا عامل عمل بي يعني، ما اعرف، انا تعبان بالعمل يعني، تعبت تعب بالعمل ما تتصور يعني. مثلا اغنيه استحاله انا اعتبرها من اغاني، انا تبعت شويه معاكم البدايه، من اجمل اغاني يعني، انا اللي حنيتها بحياتي افتخر بها امام نفسي يعني، هي اغنيه استحاله مثلا. نسمع شويه منها ممكن، واغنيه حاسب من وحده علي، اغنيه حياتي في يوم واحد يعني، احبهم بشكل، لكن شنو الناس يعني
يمكن استصعبوها بالبدايه لان ما اعرف يعني ما وحشتكش يا سيدي ميسي. وبداوا الناس يعني بالفتره الاخيره لو شفتوا حفلات فنان لطيفه بمصر كل الناس يغنون قبل ما تغني اغنيه حاسب ويا سيدي ميسي ويا حياتي واغنيه استحاله عندما غنتها بالالبرت هول بلندن كلمة المذهب والناس صفقت لها انه تعيد العيد من جديد يعني ما اعرف بعد. انسى مين هو انت حبك حب عادي ولا عابر في الطريق انسى مين ما انت بين روحي وفؤادي نعمة الحب الحقيقي انسى مين هو انت حبك حب عادي ولا عابر في طريقي انسى مين ما انت بين روحي وفؤادي نعمة الحب الحقيقي وامنع ازاي قلبي ما يشتاقش ليك امنع ازاي بالي ما يفكرش فيك امنع ازاي قلبي ما يشتاقش ليك امنع ازاي بالي ما يفكرش فيك امنع ازاي يا عيني ما تحلمش بيك استحالة زي ما هي استحالة ان يوم المية تخلص من البحور استحالة ان يوم الشمس ما تبعتش نور واستحالة ينتهي من قلبي حبك انت نبض القلب والروح والشعور ازاي قلبي ما يشتاقش ليك امنع ازاي بالي ما يفكرش فيك امنع ازاي قلبي ما يشتاقش ليك وامنع ازاي بالي ما يفكرش فيك يعني مثل هاي الأغنية بها الإحساس بها الكلام الجميل ما ممكن أن تكون حال أي أغنية مثلا صرعة وخفيفة لكن هاي متأكد هاي الأغنية راح تطلب من فنانة لطيفة يمكن بعد سنين طويلة أيضا يعني أنا متأكد بعد 10 سنوات راح تكون جديدة أنا ملي اللحني بس هذا النوع من الألحان يعني بطيء الوصول للناس ولكن يظل مع الناس يعني أستاذ كاظم تعرف أنه تونس اختيرت في سنة 97 عاصمة ثقافية نعم ومشاركتك هذه السنة في مهرجان قرطاج بصفة رسمية يعتبر مشاركة منك لتونس في سنة الثقافة يعني هو أنا حريص جدا أن تكون الليلة الليلتين هي بالحقيقة في قرطاج حريص جدا أن تكون أكثر ما هي ترفيهية
هي انا حكيتها هي عصارة جهد سنين طويله جدا، يعني طويله. انا احسها كلها احاول المها من اول ما مسكت آلة الجيتار عمري 12 سنه، والى العود، الى آلة البيانو، الى دراستي في معهد الموسيقى، الى تجاربي الخاصه، الى معاناتنا واحزاننا ومأساتنا، الى افراحنا، كلها احاول اعصرها كلها واجمعها من خلال صرختي راح تكون على مسرح قرطاج، من خلال الاعمال اللي راح اقدمها. يعني احاول ان تكون ليله ما تشبه الليالي الاخرى ابدا، احاول ان تكون ليله من اجمل ليالي عمري راح تكون، وبنفس الوقت نستعرض بها كل اعمالنا وكل دراستنا وما درسناه وما اخذناه من الحياه من خلال اغاني راح اقدمها لهم. يا توني فرحت، يا ليل توني فرحت بعد انتظار وملل. هلا بالحلوة السمرة، هلا احلى معاك السهرة، هلا هلا بالحلوة السمرة، هلا احلى معاك السهرة، هلا حسيتك في اعماقي وحملتك في احداقي، انا منك فيك عراقي حبك من اول نظرة، يا حلوة انت يا تونس 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 تونس، على خدك بوسه يا خضرا لا بدل البوسه. هلا بالحلوة السمرة، هلا احلى معاك السمرة، هلا بالحلوة السمرة، هلا احلى معاك السمرة، حسيتك في اعماقي وحملتك في احلاقي، انا منك فيك عراقي حبك من اول نظره، يا حلوه انت يا تونس 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 تونس، على خدك بوسه يا خضرا لا بدل البوسه. الساعة الآن 7 مساء، الموعد الجمعة 18 جويلية 97، كما تشاهدون الجمهور متواجد منذ ساعة تقريبا لحضور الحفل الأول للفنان العراقي النجم العربي الكبير كاظم الساهر على مسرح قرطاج الأثري. شكرا لتونس على هاي الدعوة الحلوة.
نبدأ مدرسة الحب. علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور امرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور امرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور علمني حبك سيدتي أسوأ عذاب علمني أفتح فنجاني في الليلة آلاف المرات
وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافة. علمني أخرج من بيتي يمشط أرصفة الطرقات وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات. وألملم من عينيك ملايين النجمات يا امرأة دوخت الدنيا يا وجعي يا وجعنا يا. أدخلني الحب في سيدتي مدن الأحزان وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان. لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان. أتصرف كالصبيان أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان. علمني حبك أن أتصرف كالصبيان أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان. يا امرأة انقلبت تاريخي إني مذبوح فيك. من الشريان إلى الشريان علمني حبك كيف الحب يغير خارطة الأزمان. علمني أني حين أحب تكون
تكف الأرض عن الدوران. علمني حبك أشياء ما كانت أبدا في الحسبان. فقرأت أقاصيص الأطفال، دخلت قصور ملوك الجاه، وحلمت بأن تتزوجني بنت السلطان. تلك العينان أصفى من ماء الخلجان، تلك الشفتان أشهى من زهر الرمان، تلك العينان أصفى من ماء الخلجان، تلك الشفتان أشهى من زهر الرمان. وحلمت بأني أخطفها مثل الفرسان، أطواق اللؤلؤ والمرجان. علمني حبك يا سيدتي ما الهديان، علمني كيف يمر العمر ولا تأتي بنت السلطان. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان. لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان. سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان Thank you.
لك وحشة يا ابو ضحكة الحلوة تعودنا عليك شلون بلوى ما نستغني عنك يوم واحد ما نستغني عنك يوم واحد لا راح لنا بعدك وابو أعزائي المشاهدين، إلى أن يجمعنا موعد آخر من سلسلة تونس المهرجان صيف 97.